وينضم إلينا من حيفا انطانس شحادة، الباحث في مركز مدى الكرمل، لمزيد من القراءة لتطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة. سيد انطانس، أهلا بك. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قرر تأجيل العملية البرية، ثم نقلت عن الجيش الإسرائيلي أن هذا التأجيل لم يطلب من الجيش بل فرض من المستوى السياسي. هل يؤشر ذلك إلى خلاف بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، وما هي أسبابه؟ يعني أولا لا أدري إذا الخبر النهائي وتم تأجيل العملية، أنا لا أعتقد ذلك. يعني كان القصد أنه التأخير في العملية كان نتيجة ضغط من أو يعني طلب من الولايات المتحدة وقرار نتنياهو بتأجيل العملية من قبل أيام. هذا لا يعني أن العملية التغت، خلينا لكي نكون دقيقين، ولكن واضح الآن أنه في وجهات نظر مختلفة بالقيادة الإسرائيلية. يعني نحن قلنا نتنياهو تأجيل أكثر كما جاء يعني على يتعرض في خبر هيئة البث الإسرائيلية. نتنياهو يتعرض لضغط من الولايات المتحدة بمحاولة عمليا على الأقل فحص إمكانية تبادل أسرى ما يسمى تبادل المختطفين، وهذا نتيجة الدعم الأمريكي. يعني الدعم الأمريكي لإسرائيل وهذا الاحتضان لإسرائيل من الدقيقة الأولى وإرسال المساعدات هذا له ثمن. أولا لأن الولايات المتحدة لا تثق بالحكومة الإسرائيلية بإدارة هذه الأزمة أولا، وثانيا بسبب هناك خشية أمريكية حقيقية كان خلال الأيام الأولى بسبب أداء إسرائيل العسكري. لذلك هي احتضنت الحكومة الإسرائيلية خاصة نتنياهو، والآن تحاول أن تضغط أو أن تدير هي إلى حد بعيد الأمور على أرض الواقع. ولكن كما يبدو على ما يبدو نعم هناك بعض يعني بداية خلافات بين المستوى العسكري خاصة بين يعني الجيش، ولكن هناك خلاف واضح بين وزير الأمن ورئيس الوزراء. هناك يعني العلاقات غير جيدة بين نتنياهو ووزير الأمن منذ عدة أشهر وليس من الآن، ولكن الآن على ضوء إدارة الحرب والمعركة تتسع الخلافات بين وزارة وزير الأمن ونتنياهو. وكان في عدة حالات أنه يعني كان في قطيعة بين الاثنين، ولكن إذا ما صحت أو صدقت هذه الأخبار على ما يبدو انه هناك نعم يتسع الخلاف، يتسع ويشمل الان القيادات الامنيه. وكان هناك خبر ملفت اضافي انه الجيش ووزاره وزير الامن اراد يعني ان تكون ضربه استباقيه في الشمال لحزب الله، وكان في اجماع بين المؤسسه الامنيه والمؤسسه العسكريه، وهذا يعني الوزراء الجدد اللي انضموا لحكومه اداره الحرب جانتس وايزنكوت. ولكن نتنياهو ايضا في هذه الحاله منع هذا التصرف، منع الضربه بايحاء او بضغط من الولايات المتحده. هذا المعنى انه نتنياهو نعم قابل للضغوطات الامريكيه، بينما العسكر الجيش وزير الامن والشركاء الجدد في الحكومه يريدون اتخاذ خطوات نعم. اكثر طيب، عندما يقول تسريع الجيش الخطوات إنه لم العسكريه. يطلب التأجيل وفرض عليه من المستوى السياسي، هل يعني ذلك أن الجيش جاهز للعملية البرية؟ يعني حسب ما يقول الجيش، احنا كمان راح نمس خبراء في العسكر، الجيش يقول انه اتم الاستعدادات ولكن لم ياتيه القرار بعد. يعني هناك حاجه لقرار من الحكومه ان تصدر قرار للجيش بالبدء بالعمليه او المناوره البريه كما يسموها، دون ذلك لا يمكن ان يتحرك الجيش. الجيش يقول انه جاهز، يعني ليس فقط جاهز، انه كل ما تتاخر التأخير بالعملية العسكرية الأرضية قد يلحق ضرر وللجيش المتواجد على حدود غزة أو مناطق أخرى، ويقصر الفترة الزمنية المهلة الزمنية الدولية الممنوحة لإسرائيل. إذن التأخير العملية له نتائج سلبية حسب الجيش الإسرائيلي طبعا، ونتنياهو يتأثر بموقف الإدارة الأمريكية ويريد أن يناور ما بين موقف الإدارة الأمريكية وموقف الجيش الإسرائيلي. نعم. طيب سيد مطانس، يوم أمس أجرى بايدن اتصالات عديدة مع نتنياهو، مع دول عدة في أوروبا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، أيضا مع كندا، مع الفاتيكان. هذه الاتصالات هل هي لحشد الدعم لإسرائيل أم ربما لوقف التصعيد؟ لا، الولايات المتحدة حاليا لا تريد وقف التصعيد، كان عندها إمكانية أن تشارك في مؤتمر السلام في القاهرة أو تقوم
آباء مختلفة. الولايات المتحدة الآن يعني تحاول أن تجمع دعم لموقف الإدارة الأمريكية، ليس فقط لموقف إسرائيل أو دعم لإسرائيل، إنما تريد دعم لموقف الإدارة الأمريكية الذي يدعم ويتبنى، حتى يتبنى الرواية الصهيونية ورواية إسرائيل، ليس فقط المواقف. الولايات المتحدة داعمة بالمطلق الآن لإسرائيل عسكريا، سياسيا، دبلوماسيا واقتصاديا. سمعنا عن رزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل نتيجة الحرب. لذلك بايدن يريد دعم من دعم أوروبي لموقف الولايات المتحدة، ومن ضمنها دعم ضمنيا لموقف الحكومة الإسرائيلية. يعني بدأ بايدن سخيا مع إسرائيل، سواء عبر طلب الدعم المالي والعسكري لإسرائيل، أو يعني حتى عبر الدعم السياسي الذي يتضح من خلال اتصالاته بنتنياهو. لكن هنالك أيضا نوع من التحرك، سواء في وزارة الخارجية أو في الكونغرس الأمريكي، وإن كان خجولا بشأن ربما يعني وضع هذا الدعم في سياق مفهوم ولا يؤدي إلى كارثة كبرى في غزة. إلى أي مدى يمكن أن ينجح هذا الضغط الداخلي؟ يعني لغاية الآن موقف الرئيس بايدن واضح وداعم للمطلق، المطلق موقف الإسرائيلي. هذا يعني يعود لأسباب شخصية لدى بايدن، تاريخه وعلاقته التاريخية من إسرائيل وتبني الفكر الصهيوني، وهو يقول عن نفسه أنه هو صهيوني، يقول أنه لست بحاجة أن تكون يهودي لتكون صهيوني. وعلى ما يبدو يعني اتخاذ القرار لا لا يعني ينقصه بعض العقلانية إلى حد ما في الوقت الحالي، والدعم المطلق لإسرائيل واضح أنه نعم نشاهد في أصوات وزارة الخارجية، في أصوات بالدبلوماسية الأمريكية، في أصوات بالبنتاغون، وفي أصوات في بعض الرسائل وبعض الاستقرارات اللي تحاول على الأقل أن يكون يعني أن وجهة النظر أوسع بالنسبة للإدارة الأمريكية، وأن يأخذوا بالحسبان أنه نعم هناك شعب فلسطيني تحت الاحتلال، هناك قصف لغزة، هناك قصف وحشي يومي لغزة. لذلك يعني في بعض الضغوطات لغاية الآن لم تثمر على نتائج، إصرار والموقف الإدارة الأمريكية واضح ومستمرين بهذا الموقف. ولكن أنا أعتقد أنه مع مرور الوقت وربما يأتي بعض الضغط من الدول العربية والأنظمة العربية على الإدارة الأمريكية والرأي العام الدولي، في هناك تحول، يعني الشعوب لا تدعم حكومات في الغرب ولا تقف إلى جانب إسرائيل، نشاهد ذلك يوميا في المظاهرات الاحتجاجية ضد القصف والحرب على غزة. سيأتي مع الوقت، مع مرور الوقت سيتحول أو سيكون في بعض التأثير على موقف الإدارة الأمريكية، ولكن هذا لا يعني أنها تهمل أو تترك أو تقف ضد إسرائيل، ربما فقط يكون يعني الدعم أقل حدة من الآن. نعم، سيد انطانس شحادة، الباحث في مركز مدى الكرمل من حيفا، شكرا جزيلا لك.